بالامس ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لجنه ضبط الاسواق واسعار السلع. والحقيقه دي يعني حاجه مهمه جدا، يمكن احنا من رمضان واحنا بنقول لحضراتكم، خاصه مع كانت الارتفاع الفظيع اللي حصل في الاسعار في قبل رمضان ومصاحب لرمضان وكده، بدات الحكومه في خطوات تنفيذيه لتقليل الاسعار، وكنا قلنا لحضراتكم في رمضان ان احنا ممكن الاسعار بعد رمضان تنزل في حدود 30%. رئيس مجلس الوزراء عمل اجتماع عشان يتابع نتائج مبادرة خفض الأسعار على مستوى الجمهورية. النتائج بتقول إن في تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية من بداية إطلاق المبادرة، يمكن تراوحت ما بين 14.4% و 26.4%. شوية ده انعكس نسبيا على أسعار محلات التجزئة، لكن برضو خلينا نقول ان مازال في بعض المناطق طبعا لسه مازال السعر فيها برضو على حسب المزاج، على حسب المزاج. وانا عايز اقول كمان ان الاجتماع رصد ان السلع الاستراتيجيه سجلت انخفاضات تراوحت نسبتها بين 4.7% ل 25.3%. انا عارف ان الناس يمكن ما بتحبش الارقام، ولكن احنا لازم نقول بالارقام عشان نوضح ان الامر هو مش مجرد كلام احنا بنقوله خلاص، لا دي ارقام ومسجله حسب الدراسات. مضيفا ان المتوسط العام لانخفاض اسعار تلك السلع بلغ نحو 20.5% للسكر المعبأ، و 20.1% للارز المعبأ، و 19.1% للفول المعبأ، و 26.4% لزيت الطعام، و 17% للمكرونه المعبأه، و 14.4% للبن المعبأ، في حين بلغ فيما يخص المنتجات الالبان والحاجات دي كلها 21.7%. انا مبسوط ان احنا بقالنا فتره كبيره كل يوم بنطلع نقول يا جماعه في متابعه جيده جدا لانخفاض الاسعار، في دلوقتي بقينا نشوف نزول جهاز حمايه المستهلك اللي احنا قلنا مرارا وتكرارا هو اهم حاجه في الوقت ده، عشان خاطر ده اللي هيحارب جشع التجار، وده اللي هيدي ثقه في المواطن ان هو لو لقى حاجه غلط ينزل. معانا معايا رقم التليفون، السعر المفروض كذا، لقيت حد بيبيعه وكذا، مش هقول لا وخلاص يلا انا هجيبه وخلاص، انا لسه هروح لا ارفع سماعه التليفون، قدم ميل شكوى باسم المحل والسعر اللي هو بيبيع بيه، وفي ثواني هيتم السلطات المعنيه بالامر هتاخد اجراءاتها بشكل كبير، وده بدوره هيساعد على انخفاض الاسعار اكتر ما هي منخفضه. يعني ده ردا على اللي انت قلتي ان في بعض المناطق لسه لا، هو في عشان نبقى بس برضو نبقى صراحه والناس اللي بيسمعونا يبقوا عارفين ان احنا بنبقى صادقين معاهم، لا هو لسه مازال بعض المناطق مازالت فيها مشاكل في الاسعار، مازالت بعض المواقف بتزود في اسعار الركوب او تعريفه الركوب بالنسبه للسيارات، وكل واحد على مزاجه، لو الصبح بدري وما فيش غير هو طب هو الاجره كذا، بدل ما هي مثلا 13 تبقى 15 تبقى 16 بالمزاج. من امن العقاب أساء الأدب طبعًا. فإحنا محتاجين أن الناس تبقى في عقوبة وقوانين رادعة تحكم المسألة دي، بما أن الحكومة قايمة بمجهود كبير وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء وجايبين الوزراء وقاعدين وبنناقش وبنشوف النتائج المبادرة، يبقى أولى بقى بالمسؤولين بقى كلهم اللي متواجدين تحت هذا الهيكل يبقوا كلهم شغالين على الأرض بما يضمن أن المواطن يشعر حقيقي أن الأسعار نزل. وانا كمان انت فكرتيني خصوصا ان النسب عاليه، انت بتتكلم في 26.5% يعني ومستمر احنا المتابعات مثلا من 3 4 حلقات فاتت واحنا كل يوم بنتابع الاسعار، لا الاسعار كل مدى في تفاوت مستمر. وعايز اقول لك على كمان نقطه مهمه جدا بما ان انت ذكرتي اللي هي بالمزاج، يمكن احنا شفنا من يومين ثلاثه القبض على عصابه الدواجن او السبعه الكبار للدواجن، واللي ده بدوره انا متاكد مليون في الميه ان اسعار الدواجن هتنزل بشكل كبير جدا، اسعار البيض طبعا كرتونه البيض اسعارها نزلت، لان يعني احنا برضو بننزل وبنشتري فالبيض اسعاره نزلت، الدواجن اسعارها لحد كبير نزل، اللحوم اسعارها نزلت، ما اسعارها نزلت. هل هي اصلا كانت غاليه عشان خاطر ازمه؟ لا ما كانتش غاليه عشان ازمه، غاليه عشان خاطر اهواء بعض الناس، سبعة من التجار الكبار كانوا بيسعروا الدواجن على مزاجهم. صحيح. فده أمر يعني إن شاء الله بإذن الله إن احنا نتخطاه، إن شاء الله بإذن الله الأمور تبقى في تحسن مستمر. خلينا بقى نخرج لفاصل.